تعتبر مدرسته مسجد أنس بن مالك القرآنية بتبسة إحدى أهم القلاع المحصنة لحفظ القرآن الكريم في نفوس أبنائنا عموما وباقي أفراد المسلمين خصوصا. هذه المدرسة تتميز بنجابة أبنائها وطلبتها، فقد قدمت هذه المدرسة للمجتمع طلبة يحفظون كتاب الله عز وجل. عملية تحفيظ القرآن الكريم تحتاج إلى مجهود وصبر وإخلاص وصدق لتعلم كلام الله سبحانه وتعالى، وتعتبر مدرسة مسجد أنس إحدى أبرز أهم المدارس الموجهة لتعليم القرآن الكريم، وذلك باعتبارها الحصن الروحي والعلمي لجميع مكونات المجتمع، بالنظر لما تقدمه هذه المدرسة الأصيلة من خدمات جليلة على مستوى تحفيظ القرآن الكريم. إذا مررت بمسجد أنس بن مالك بوسط مدينة تبسة وسمعت القرآن يصدح، فاعلم أنه ينبعث من المدرسة القرآنية أنس بن مالك. سخرها عليهم 7 ليال وثمانية أيام حسوما. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المدرسة القرآنية أنس مدرسة معروفة تهتم بالنشأ خلال السنة الدراسية من سبتمبر حتى نهاية شهر مايو، اهتمينا بالأولاد التحضيري بالأقسام النظامية، ثم اللي هما بلغ تقريبا بالامهات بكل الاصناف بلغوا تجاوزوا 2000 مسجل. اعطيناهم العطله، الان ندخل في المدرسه الصيفيه، نهتموا بالابناء اللي كانوا في المدارس في الثانويات في الجامعات، نهتموا بهم من جانب يحفظوا القران الكريم، ونهتموا ايضا بالجانب الاخلاقي والجانب التربوي والجانب التثقيفي وكل ما يكون الشخصيه السويه للتلميذ. مازال فيها ثم، يعني وين آية وصلنا؟ الآية ضعنا الآية 59. حكم الأحكام تاعكم، وإذا بلغ منكم الأطفال الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم. إذن هذا كاين حكم راح نستنبطوه من سورة النور، وبالتالي عملنا هذه التجربة لكل البنات اللي وصلوا إلى الحلم البلوغ، البنات اللي يقروا في المتوسط الثانوي الجامعة، أن يكون الحفظ هو سورة النور، ثم نستنبط منها الأحكام. هنا الآية هذه تتعلق بآداب الاستئذان، يعني الإنسان وقت القيلولة ووقت الليل ووقت عندما يدخل على الناس اللي راكدين على ماماه على باباه، لابد أن يستأذن الإنسان إما بطرق الباب أو بأن الإنسان يعمل الصوت فيشعر من في البيت أنه لابد أن يكون له آداب الاستئذان. فنصر إن شاء الله يوفقكم ويلهمكم إن شاء الله. طبعا 59 مازال لنا 6 آيات،
ونختموا حفظ سورة النور موفقات بإذن الله. بالنسبة للبنات البالغات هذا العام خصصنا لهم حفظ سورة النور لما فيها من أحكام تتعلق بالحجاب، تتعلق بالغبلوغ، وأيضا تعاملنا مع القطاع الصحي بحضور مجموعة من الطبيبات اللي كلموهم على البلوغ وما يتعلق بالبلوغ من الجانب الطبي، ما يتعلق بما بسن اليأس، ما يتعلق بهذه الجانب. ماريا تحفظ عندنا في القرآن الكريم كتلميذة في المدرسة، لهذا العام تحصلت على شهادة الليسونس في الجامعة الإسلامية، وأيضا نستعين بها في إطار خيركم من تعلم القرآن وعلمه. هي تدرس البنات اللواتي وصلنا إلى الحلم سورة النور والآية. استعملنا طريقة جديدة في الحفظ اللي هي استراتيجية الذاكرة في حفظ سورة النور، مش كما كل خطرة حفظ سورة النور بتفسير الآيات بفهم المعاني، لأنه الطالبات وقت اللي يفهموا معنى السورة راح يطبقوها أكثر في حياتهم، وهذا هو اللي نحتاجوه نحن. ولاحظنا تطبيق ملموس في حياتهم، وعنا كاين بعض الطالبات، مش معظم الطالبات، اللي تحجبوا، ولاحظنا تغير أيضا في سلوكهم. الحاجة اللي عجبتني أكثر أنه تم إحضار الطبيبة اللي يتم تفهيم البنات معنى البلوغ ومعنى معاني السورة بطريقة علمية أكثر. معادلة الذكرى لحفظ سورة النور طريقة جيدة أعجبتني كثيرا، أشكر الأستاذة لأنها هي المساعدة لنا من أجل حفظ هذه السورة. مبارك للبنات اللي نجحوا البكالوريا، وثاني أشكركم على المشاركة هذه، لأن احنا خصصنا مع سورة النور لأنه سورة النور رايحة علمنا البنات أنهم رايحين يصبحوا مكلفات وعندهم أحكام لازم يديروها كما الصوم والحجاب وكله، وعلمناهم باللي أنه هذا التكليف يبدأ من سن معين اللي هو سن البلوغ، وشرحنا لهم علميا ما هو سن البلوغ والتغيرات اللي تطرأ في هذا السن، وكثقافة عامة زدنا فهمناهم شوية في سن اليأس وما وش معناها سن اليأس، وكذلك هضرنا شوية أعطينا نصائح طبية على الريجيم أليمونتير، النظام الغذائي والصحي اللي لازم تتبعه هذه الفتاة. فنعنا بالتلاميذ اللي ينجحوا في النتائج، وصلنا أنه حصلنا التلاميذ وصلوا إلى معدل 19.94 19.65 19.75. نهتموا بهذا الجانب. عندنا مجموعة كبيرة من اللي تحصلوا على البكالوريا، عندنا اللي ختمين القرآن في هذه المدرسة، وصل للمعدل هذا العام 19.17 و16.38، عندنا 15.5 خاتمين للكتاب الله عز وجل. أكرم تحصل على البكالوريا وبمعدل طيب جدا فوق 16.38. بشكر أكرم، باكتي ثانية، الأولى 14.90، الثانية 16.38. نشكر المولى عز وجل اللي وفقنا وثبتنا باش نكملوا العام وتحصلوا هذا المعدل. الحمد لله ربي ثبتنا وهدانا ربي القرآن الكريم، إن شاء الله نوصلوا فيه حتى نختم القرآن. القرآن الكريم يعني كان لي خير معين، هداني الطريق، ثبتني. عبد الكريم بوعكاز يعني أحد الأساتذة المهمين، ركيزة من ركائز مدرسة أنس اللي قائم على هؤلاء الأبناء، راه سعيد يوم أمس لأنه كان له الفضل أنه اللي تحصل على معدل 17.19 سي سيف زايدي اختم عند أخونا عبد الكريم. لا أظن أن والد سيف راح يكون أسعد من عبد الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بهذه المناسبة الطيبة أهنئ جميع الفائزين بشهادة البكالوريا، نتمنى لهم إن شاء الله جميعا مزيد من النجاحات ومزيدا من الإنجازات، واللي موفقهم ربي سبحانه وتعالى يزيدوا يحاولوا يزيدوا يركزوا يبذلوا مجهود أكبر، وإن شاء الله ربي سبحانه يوفقهم لما فيه خير. وأشكر قناة غورايا تي في على هذه المبادرة، على زيارتها للمدرسة القرآنية، وهذا تشجيع لأهل القرآن ولأهل العلم. القرآن يساعد التلاميذ على أنهم ينجحوا في حياتهم اليومية من بينها الدراسة، على بقرة نموذج
طيب اللي الكلام النظري اللي ينقلوه على تحصل على البكالوريا كان من الأوائل. هذا العام ختم القرآن الكريم منذ تقريبا سنتين، كان يصلي بنص التراويح، وهذا العام راه الأول على مستوى كلية الحقوق كلها بجامعة تبسة، والخامس على مستوى الجامعة، وكرمه السيد الوالي، هذا بفضل القرآن الكريم. يعني في المسجد هذا تاع مالك بن أنس جبت طفلتي بنية تحفظت ما شاء الله يعني تقريب 3 أحزاب في مدة لا تتجاوز شهر، يعني الحمد لله فضل ربي يعني. وقاموا جابوا لها الطبيب، جابوا لكم الطبيب اليوم، يعني ما شاء الله يعني قايمين الأساتذة الحمد لله فضل ربي يعني. وصلت لصورة المطففين. جيدة جدا. ثمانية فاصل سبعين. إذا نهتموا بالجانب الترفيهي بالتعاون مع المنتزه اللي موجود، نأخذ الأولاد في أيام رحلة. العام الماضي كنا اديناهم للبحر السكيكدا، هذا العام استغلينا هذا المنتزه اللي فيه مسبح جميل، نأخذ من الجانب إصلاحي جانب تربوي. في إطار تكريم حفظة القرآن الكريم، هذا خاتم لكتاب الله عز وجل، تحصل على البكالوريا هذا العام بمعدل قارب 16، هذا تلاميذ يحفظوا القرآن الكريم، كل مرة نجيبوهم، فالشكر للأولياء اللي وضعوا فينا الثقة، الشكر لصاحب المنتزه خونا الأمين اللي يكرم هؤلاء الأولاد من باب تشجيع القرآن الكريم. يعني عاوني على القراية تاعي والحمد لله وفقني ربي، تحصلت على معدل مليح، والشكر كله يرجع ربي سبحانه. لا لا بالعكس، كان هو المعين على في أي مادة يعني. مش كنت تصلي بالنص التراويح وأنت؟ بالعكس كنت يعني كنت أصلح بنصلي يعني، والحمد لله كي صليت زدت ثبتني ربي ووفقنا المعدل باهي والحمد لله. تشوف القرآن الكريم هو اللي طبعا يعني من الصغر ديما مع القرآن، وننصحنا جميع الشبان واللي مازالوا في الدراسة تاعهم انهم يواظبوا على حفظ كتاب ربي سبحانه، ويوفقهم ان شاء الله في الدراسة في اي مجال اخر. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. بصفتي ممثل هذه المؤسسة، مؤسسة المنتزه الذهبي للعائلات، الأصل في المهنة اللي رانا نأدوا فيها هو إدخال الفرحة على قلب كل طفل جزائري، والحمد لله والله من وراء القصد. ونتمنى أن كل إنسان يزورنا في هذه المؤسسة يكون قد فرح وسعد ولعب ومرحبا بكل طفل جزائري سواء كان من أي جهة، أن نستقبلوه إن شاء الله. إذن ندعو دعوة باهية لبلادنا، مدوا يديكم أنتم أهل القرآن الكريم، مدوا يديكم جميعا إن شاء الله. لا أنا بش ندعو أهل القرآن راه هو أهل الله وخاصته، إن شاء الله دعاهم مستجاب. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم، اجعل بلدنا آمنا مستقرا وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ بلادنا من كل سوء، ألف بين قلوبنا، واصلح حالنا، وتب علينا، واغفر لنا، وارحمنا، احفظ دماء المسلمين وأعراضهم في مشارق الأرض ومغاربها، بارك لصاحب هذا المنتزه في ماله وأهله وولده. اللهم يا من جمعتنا في هذا المكان، أجمعنا مع حبيبي محمد، واسقنا من شربه من حوضه الكريم شربة ماء لا نظمأ بعدها أبدا. أخي الكريم، من الأشياء الرائعة جدا التي أسجلها في هذا الفوج وفي الأفواج اللي تجي الأنس، أن ربي سبحانه وتعالى ألف خلامين بين الجزائريين. هنا رانا معنا ولاد الكورونيل تاع الجيش، ومعنا ولاد الفلاح، ولاد الخضار، ولاد الجراح الكبير تاع تبسة، ولاد الطبيبة، ولاد المعلم، ولدت الفقير، ولدت الغني، أراهم جميعا أمامي اليوم. هذا الألفة اللي ما بين الجزائريين هذه من الأشياء الرائعة جدا، حتى لا نقول أنه ربما ولدت الغني ولا ولدت الكورونير رمدهم المكان آخر، هم يتنعمون بالقرآن الكريم ويتنعمون بهذا المنتزه. فالمدرسة أنا أستطيع أن أقول هي مدرسة إصلاحية تصلح النشأ وتصلح الفرض وتحافظ على تربيته، تستغل في ذلك كتاب المولى تبارك وتعالى اللي قال عليه ربي سبحانه وتعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء،
علموا وليدك القرآن، القرآن يعلمه كل شيء بعد ذلك. فأنا نشكر يعني جميع من يتعاون معنا، جميع من يعطي فينا الثقة، جميع من يساعدنا. نذكر مثل هذه الوسائل الإعلامية اللي هي تبث هذه الروح وتعطي التشجيع، ثم تكون من باب القدوة لغيرنا. ربي سبحانه وتعالى يبارك في جهود العاملين عليها، ويكتب إن شاء الله عملهم وقناتهم، يكتبها إن شاء الله في ميزان الدعوة إلى الله عز وجل، وهي أحسن عمل، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. فهذه الوسائل الإعلامية هي وسيلة للدعوة إلى الله عز وجل. ربي يتقبل منهم ويبارك في مجهودهم، وصلى الله وسلم وبارك على